أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. سنناقش اليوم العلاقة بين الناتو وتركيا، ولماذا أردوغان يحاول جهد الإمكان مسح هذه المساعدة الإلكترونية العالية، خصوصا بعد تدخل طائراته بدون طيار لإنجاز أحسن وأكبر عملية ورد عسكري على قتل أكثر من 33 جنديا تركيا، ألحق بهم 3 آخرون فأصبحوا 36 جنديا. إذن العنقاء أس أو أنكا أس هي أصلا طائرات تركية من 2012، وتركيا تستخدم هذه الطائرات المسيرة بتكنولوجيا محلية بالأساس، لأنها ثالث قوة بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تستثمر في التقنية أو في تقنية الطيران بدون طيار. إذن لماذا هذا الإنكار من أردوغان؟ هل هو يريد دعما إضافيا أم أن المسألة فعلا لا تتحقق إلا بمساعدة إضافية؟ سنحددها وسنعرف لماذا الناتو، لأن المادة 5 تحسم هذا الأمر بالنسبة للميثاق، وتؤكد على أن الأمن المشترك بين الدول الأعضاء في حاله الهجوم على أراضي إحدى الدول المشاركة في الحلف. إذن المشكلة هنا أن تركيا تعمل حربا خارج أراضيها أو تشن حربا خارج أراضيها، على الأقل بالنسبة للقانون الدولي. المشكل بالأساس هو لماذا هذا الإنكار، رغم أننا أكدنا في وقت سابق على أن مجلس الأمن القومي الأمريكي توصل إلى أن سوريا أو من سوريا سوريا صغرى بهضم الجولان من إسرائيل وإدلب من تركيا سيكون في فائدة الشرق الأوسط، لأن هذه القطعة ستكون أقل فاعلية إلا من حيث القواعد الروسية. إذن الناتو يدعم حقيقة تركيا في حربها داخل سوريا وفي إدلب تحديدا. إذن المشكل هو كيف يكون هذا الدعم؟ كيف كان وكيف يمكن أن يكون؟ نحن عندما نعود كما قلنا إلى 2012 بدخول الطائرات بدون طيار لقتل بي كي كي أو قادة حزب العمال الكردستاني، تطورت من 2012 2013 ثم في 2015، ولم تستخدم تقنية 2016 في إدلب أخيرا. هنا ننقل إلى المسألة الأساسية، أين نجد هذا الدعم للناتو وللأمريكيين تحديدا؟ أولا من المعلومة الاستخبارية لتحرك حزب الله، وهذا أساسا متأتي من دي آي إي أو استخبارات البنتاغون. واستخبارات البنتاغون نعلم مدى علاقتها الوثيقة مع إسرائيل، وهذا شيء معلوم. لذلك فالمعلومة لتحركات القادة بالأساس هي معلومات، لأن تركيا ليس لديها غطاء جوي قبل دخول هذه المقاتلة أو الطيران بدون طيار القاتلة أو التي تحمل صواريخ. إذا المعلومة بالأساس ليست في المجال الأرضي. ثانيا أن المعلومة متأتية من مصدر أمريكي. ثالث معلومة، هذا في قضية عملية باتجاه حزب الله بالأساس، وهذه مؤكدة على أنها أمريكية المصدر. ثالث مسألة هي ما يسمى بالتعاون الإلكتروني. التعاون الإلكتروني الذي سمح لتركيا بإنجاز عمليتها بشكل ناجح لقتل قادة كبار من الجيش السوري ومن حزب الله وإيراني.
أيا يكن الحال، فإننا أمام مواجهة بين تكنولوجيا تركية وما بين أساسا نظام معروف هو نظام الحرب الإلكترونية كراسوخا. في كراسوخا كانت المواجهة بين التكنولوجيا التركية والتكنولوجيا الروسية، لأنها قبل، أي في المرحلة الأولى، حيدت تركيا بشكل كامل بلينا واحد التي تعطي الضباب على الأرض في قصف، في أي قصف موجه إلى أهداف سورية. إذن هناك أولا الأهداف السورية بإطلاق مستوى من الضباب لا يسمح بتركيز الطيران أيا كان نوعه، بدون طيار أو بالطيران العادي. أيا يكون الحال، فإن الطيران موجه إلى قصف أو تحييد الأهداف العسكرية لبلينا واحد، الذي يعطي جزءا من الضباب على الأرض، مما يفقد الرؤية أو على الأقل عدم توجيهها بالشكل الكافي بالنسبة للتشويش عبر الضباب. إذا بلينا، إذا الهزيمة الأساسية بالنسبة لكراسوخا أو النظام الحرب الإلكترونية، واجهتها التكنولوجيا التركية بشكل كاف، لكن بمساعدة، لأننا عندما ننظر إلى طائرات عنقاء أو أنكا أس، فهي تحمل صاروخين، وهذين الصاروخين أمطاس، لذلك فإنها موجهة عبر القمر الاصطناعي سات كوم. إذا هي ليست لديها أي تغطية للقمر الصناعي في منطقة إدلب، وليست لديها طيران في هذه الساحة، مما جعل طائراتها بدون طيار. لولا الدعم الإلكتروني الأمريكي لما استطاعت تركيا أن تنجز أي مهمة مع ما يسمى بالتشويش عبر الضبابي لبلينا واحد الروسي، وأيضا لكراسوخا أو نظام الحرب الإلكترونية. إذا القول على أن الناتو لا يسلم أو لم يسلم أي مساعدة تقنية إلى تركيا، هذا خطأ كبير جدا، وهذه لعبة أوراق بين أردوغان وبين الغرب، بين الضغط على تركيا، بين الضغط على أمريكا من أجل المزيد من الدعم، وما بين أطراف أخرى. أيا يكن الحال، فإن المساعدة الإلكترونية لكسر نظام كراسوخا أساسي بالنسبة للنيتو، ولأول مرة يحدث هذا التجريب في إدلب. إذا المشكلة المساعدة الإلكترونية ثابتة ولا غبار عليها بالنسبة للجيش التركي وبالنسبة للطائرات بدون طيار التركية، التي أنجزت عمليات نوعية فوق سماء إدلب لأول مرة. من المهم أن بالنسبة لأي طيران خارج طيران الاف 16 او المنطلق من انجرليج، او اي نوع من الطيران بما فيه المروحيات من صنع تركي، كلها لا يمكن ان تحتمل الاس 300 الموجود في طرطوس والاس 400 في حميم. فالمشكل هنا هو عدم قدرة الاتراك على استخدام الطيران القتالي في إدلب بالمطلق، لأن أمامها منظومتين، أمام هذه الطائرات منظومتين، منظومة الأس 400 ومنظومة الأس 300 السالفة في طرطوس. إذا المشكل هنا هو تحييد الطيران التركي. صحيح، أصبحت المعركة برية فقط، وأصبح الامتياز جوي لروسيا، لكن بدخول الطائرات بدون طيار وبدعم إلكتروني لتحييد أنظمة روسيا، أصبح المؤكد
هو وجود دعم كبير إلكتروني بالأساس في هذه العملية الاستثنائية. ستكون عمليات أخرى بالتأكيد اليوم للمراقبة، لكن بالنسبة لاتصال بوتين بأردوغان كان حول عدم استخدام أو منع استخدام أي طائرات من هذا النوع بعد الآن. فرد عليه: نحن نواجه سوريا والجيش السوري فقط، ولست وطلب منه تحييده من هذه المعادلة في إدلب. أيا يكن، فإن تركيا حاولت أن تضع طائرات بدون طيار في مقابل الطيران القتالي لروسيا لتحييد محاولة تحييد الطيران وخوض معركة برية بالأساس. إذا بالنسبة لتركيا فهي تربح أحد أمرين: إما تحييد الطيران والسلاح الجوي في معركة إدلب بشكل نهائي، وهذا يفيد بكل تأكيد الأتراك لأن لديهم قدرة كبيرة بعد الانتشار الأول لصواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف، ولأنواع قتالية كبيرة ودفع قتالي هائل بالنسبة لإدلب، يسمح بمواجهة أرضية مريحة على الأقل بالنسبة ولهذا فالوصول إلى مراقبة الجي 4 أو الطريق جي 4 وجي 5 ممكنة، أي في الطريق أي طريقين استراتيجيين بالنسبة لإدلب، ستكون فيهما تركيا شاهدة على الطريقين وعلى أي ترتيبات قادمة في شمالي سوريا. إذا تحييد الطيران هذا كان إيجابيا جدا بالنسبة للأتراك، خصوصا بعد استخدامهم لطائرتهم عنقى اس. هناك عنقى آ وعنقى آ بلس، وهناك أنواع من والسي وغيرها، إنما هذا الاستخدام المحدود بالطائرات التي دخلت أصلا إلى الخدمة ولم تستخدم، اليوم تستخدم لأول مرة في إدلب، ولكن دائما كما قلنا بتوجيه القمر الاصطناعي والأقمار الاصطناعية وبشاشات اصطناعية كلها قادمة من الغرب. فالصور لا تمتلكها الآن تركيا، لا تمتلك أولا التصوير عبر القمر الاصطناعي ولا عبر الصور القمر الاصطناعي، وإنما استثمرت ما قد وجدته تحت يديها بدعم أمريكي بارز وواضح. إذا اليوم حددنا جيدا كيف تكون أو كانت المساعدة وكيف ستتطور، كيف ستتطور. هذا هي المرحلة الثانية من هذا الفيديو. ماذا تريد تركيا؟ ولهذا تقول على أن بالنسبة للدعم الاستخباري والدعم الإلكتروني غير كافي في معركة إدلب، هي تريد شيئا آخر، تريد أكبر من هذا بحيث تجريب جميع الأسلحة المحلية نجح بشكل كامل، لا بالنسبة لتأمين ما يسمى بتأمين الطائرات أو المروحيات التركية في مقابل المروحيات النظام السوري، هو الشيء الذي يريده أردوغان. يريد أن تكون السماء أيضا في إدلب تحت رحمة السلاح التركي. المسألة الثانية هو عدم تحوير معركة الأكراد حتى لا يكونوا خنجرا في ظهر تركيا. من المهم تحييد الأكراد، من الأهم بالنسبة للأتراك أن يحيد الأمريكيون الأكراد في هذه المعركة. إن استمر هذا التحييد الجزئي الآن، من المهم ألا يسمح الأمريكي ويضغط على كل الفصائل الكردية حتى لا تلتحق بالجيش السوري من أجل إنجاز مهمتها وأجندتها على الأرض في إدلب. إذا هذا الذي يريده الأمريكي، يريد عزل الكردي بخفض أو عدم خفض العلاقة الكردية الأمريكية، ولكن بالأساس هي محاولة تحييد هذا الرقم في شمالي سوريا. الجيد هو عدم الوصول إلى اتفاق على الأرض أو ميداني ما بين الأكراد ومكون الأكراد وما بين الجيش السوري.
للعلم والنبأ فإن حوالي 35% اليوم من مقاتلي الجيش السوري هم أيضا أكراد. لهذا فهذه القوة التي يشعر بها التركي على الأرض بالنسبة للعنصر الكردي الملحق بالجيش السوري مهم، ومعلوم أن الأكراد لديهم توافقات كبيرة مع الأمريكيين. إذا الوصول إلى تجاوز هذه العقبة بالأساس أساسية بالنسبة لأردوغان. المسألة الثانية هو في حال إن تمكن الأتراك من باتريوت. الآن هم يهددون بشيء قريب من أن الطرف التركي الذي وقع على صفقة الاس 400 اليوم يطلب باتريوت، بمعنى تحويل هذه الصفقة وإلغاؤها من أجل دمج الأمريكي. يريد هذا أيضا، يريد الوصول الأزمة الروسية التركية إلى إلغاء وصول اس 400 إلى أردوغان وإلى تركيا أو أي حليف في الناتو. هذا شيء طبيعي بالنسبة للأمريكي. إذا الأمريكي يريد ثمن من أردوغان هو إلغاء صفقة الاس 400 مع موسكو. مهم جدا بالنسبة له هذا. إذا أردوغان يريد تحرير السماء بالمقاتلات التي تضمن تحرك جزئي لمروحياته في إدلب. هذا التوافق لم يصل إلى الآن إلى نضجه، فيما بوتين يريد بعد طلب أردوغان باتريوت من الأمريكي، وهي إشارة إلى إلغاء الأس 400 من روسيا أو شرائه لصواريخ أس 400 من موسكو. هذا يعني بالأساس أننا أمام تحول كبير في عودة تركيا إلى الصندوق. مهم جدا بالنسبة لترامب هذا، وهذا ما يسعد به، ويريد أيضا تسليم الآن الدعم السياسي والاستراتيجي، الدعم الاستخباري بما فيه وجود معلومات قادمة حتى من إسرائيل، لكنها عبر الأمريكي للوصول إلى الأهداف في إدلب. إذن إسرائيل اعتبرت كل جنود الأتراك الذين سقطوا في المعركة، اعتبرت تل أبيب هؤلاء القتلى من جيش التركي شهداء. هذا التحول الكبير جدا في إعادة رسم الخارطة في التحالف القديم والتقليدي بين تركيا الناتو وما بين إسرائيل وما بين الأمريكيين، لأن من المهم جدا أن أي ثمن قد يدفع في إدلب سيكون أيضا له تأثير في ليبيا. من المهم جدا بالنسبة لبوتين ألا تصل المصالحة بين تركيا وأمريكا مع ترامب إلى هذا السقف، بحيث تلغى صفقاته التجارية وقد تهدد صفقات أخرى اقتصادية. إذن من المهم أن نؤكد على أن هناك دعم استخباري، هناك دعم على الأرض إلكتروني بالأساس لمقاتلات بدون طيار أو بطائرات بدون طيار، وهي مقاتلة أيضا ما يسمى بأنقا أس. المسألة الثالثة هي دعم جزئي لمحاولة فصل تركيا عن روسيا. كل هذا قد يفهم بشكل جيد جدا إن لاحظنا على أن أردوغان يلعب داخل المربع بشكل يضمن مصالح بلاده القومية وأمنه القومي الذي اعتبر إدلب جزءا منها. اليوم يقول أن ليس لديه مطامع في التراب الروسي السوري، لكنه يريد ضمانات أمنية على في إقليم إدلب.
متقدمة، يعني ضمانات متقدمة إلى أي حد يمكن إبقاء نفس الدوريات المشتركة وغيرها، وتأمين منطقة عازلة محرمة الطيران فوقها إلى آخره. هذه الترتيبات هي التي يمكن أن تأتي في المستقبل، والآن بدأت من هذا التقدير للناتو. حلف الناتو في آخر تقرير له في الاجتماع حول إدلب ماذا أشار؟ أشار في فقرة دقيقة جدا إلى أن دعم الناتو لحلف الأطلسي، عفوا، دعم الحلف الأطلسي لتركيا سيكون عبر أمرين أو ميكانيزمين أساسيين. الميكانيزم الأول هو عدم وصول الحرب إلى العمق التركي، فهذا هو الخط الأحمر. السماح لتركيا بتأمين عملياتها خارج الحدود لتأمين العمق التركي، بما يفيد على أن اليوم تركيا لديها دعم في عملياتها في سوريا، ليس انطلاقا من الناتو في اجتماعه الأخير، وإنما أيضا من الأمريكي ومن الشركاء الإقليميين لواشنطن. إذن أردوغان هو الآن بعد تقدمه وبعد الرد العسكري على قتل جنوده وبعد عزل روسيا عن معارك إدلب وبقائه في وجه الأسد مباشرة، كل هذا يعني أننا أمام رؤية جديدة يحاول الأمريكي والروسي أن يبعد نفسيهما عن معركة هي محدودة ولكن لها طابع عالمي، لأنها ستؤثر بالتأكيد على اقتسام الخارطة في باقي الشرق الأوسط. هذا ما سنفصل فيه في حلقات قادمة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.